عليكم. أنا الأخت اسمي نعيمة من مدينة خريبكة، رقم شارع المغرب العربي، رقم الدار 203. الله يجازيكم بخير. مات الزوج ديالي عام وخمسة أشهر دابا، خلى لي جوج وليدات، واحد معاق جسديا واحد ذهنيا. كان نشري ليه الدواء تاع الطبيب الثاني وما عندي باش نشريه، عطاوني 12 6. والدري الاخر مريض، راكم عارفين الاحتياج الاخر اللي كيتمنى ان شاء الله. وانا ما خلى لي راجل حتى حاجه، ما عندي لا مدخول لا والو، ما كاينش اللي يجيب لي اليوم حتى حاجه من الا الله. وانتم كثر جاكم خوتي المحسنين، الله يجازيكم بخير. تشوفوا من حالي والدار راه غير صريحه السكن، عالميني مواليها بالافراغ، وما عندي فين نمشي، ما عندي فين ندي اليتامى المعطوبين. خدكم نعيمه في مدينه خريبه شارع المغرب العربي، رقم الدار 203. الله يجازيكم بخير اخوتي اخواتاتي. والولد اخوتي اللي عندي مرض نفساني، الا ما شريت ليه الدواء، الا ما خطاه الدواء كيضربني وكيتكرفس عليا انا وخوه معاق، وما عندي باش نشري ليه. والناس هما عطوني 12 6 وانا ما عندي حتى حاجه، ولا ما شريت ليه الدواء كيتكرفس عليا وكيضربني. الله يجازيكم بخير، عاونوني غير باش نشري ليه الدواء، ما باغا حتى حاجه. الدواء ديال الدري عندي الدواء ديالو، ما عندي باش نشريه. السلام عليكم خوتي المحسنين، راني كنتقطع، بغيت شي مساعده. واخا باش نمشي عال تريبي كنتقطع، نمشي عند عالج، وبغيت شي كرسي كهربائي. كيتقطع بالحريق، وديتو للسبيطار تاع المخزن، ما دار لي حتى حاجه، رجعوا لي قال لي حتى غدا ندير التلفازه رجعي ما نعسوه. وكيتقطع بيتغا باش ندير البريبي. الله يجازيكم بخير، يتعالج، تعاونوني اخوتي المحسنين. راه كيتقطع هو كتشوفوا بيه قدامكم، روندي كابي كيتقطع وما لقيت ليه جهد، والجهد ديالي هو انتم والله سبحانه. الله يجازيكم بخير.